الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعلن أنه ناقش مع رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون مختلف الخيارات الممكنة والإجراءات المشتركة التي ينبغي اتخاذها لحل الأزمة السورية. بوتين أكد أن المصلحة المشتركة بين البلدين تتمثل في المحافظة على سوريا كدولة ذات سيادة. لدينا مصلحة مشتركة في وضع حد لأعمال العنف وإيجاد آلية من أجل حل سلمي يضمن الوحدة الإقليمية لسوريا كدولة ذات سيادة. في مبادرة من السيد كاميرون ناقشنا السيناريوهات المحتملة للتطور الإيجابي للعملية والخطوات المشتركة الممكنة. رئيس الوزراء البريطاني أكد أنه على الرغم من اختلاف الرؤى في كيفية حل الأزمة إلا أن الهدف هو وقف إراقة الدماء. ليس سرا أن بريطانيا وروسيا لهما موقفان متباينان تجاه النزاع السوري، لكنهما يتشاركان في الهدف النهائي وهو وضع حد لإراقة الدماء، ما يسمح للشعب السوري بانتخاب حكومة جديدة ومنع نمو التطرف. يشار إلى أن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون سيلتقي الرئيس الأمريكي باراك أوباما في واشنطن الأسبوع المقبل لمناقشة الأزمة السورية.